بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. نستكمل سويا مدارسة كتاب التنوير في إسقاط التدبير لسيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وما زال الشيخ يتحدث عن مسألة الرزق باعتبار أنها أعظم المسائل التي تشغل الناس، بحيث إذا قلنا التدبير ينصرف الذهن مباشرة إلى تدبير الأرزاق. لا شغل الإنسان غالبا، أو لا يشغله غالبا، ولا يحمل هم شيء غالبا كما يحمل هم الرزق، الطعام، الشراب، المستقبل، الصحة، العلاج، من أين نأتي بالمال. كل هذه الأمور هي أكثر ما يشغل الإنسان. لذلك تجدون الشيخ رحمه الله تعالى يركز على هذه المسألة باعتبار أنها هي الداء العضال، وباعتبار أنها الأمر الأهم الذي ينبغي علاجه. فيقول: واعلم أنه يرد في شأن الرزق أمور وتعرض فيه عوارض، فقد ذكر الشيخ رضي الله عنه كثيرا منها بقوله: وسخر لي أمر هذا الرزق، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل القلب وتعلق الهم به، ومن الذل للخلق بسببه، ومن التفكر والتدبير في تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله. إذن هذا من دعاء الشيخ أبي الحسن، سيدي أبي الحسن رحمه الله تعالى. سيدنا الشيخ أحمد زربوق رحمه الله تعالى الآن سيحاول شرح هذه العبارة لسيدي أبي الحسن، فيقول إن هذه العبارة فيها ذكر تعرض للرزق، يعني هل بعد طلبك للرزق يهدأ قلبك؟ يعني الإنسان يشتغل بتدبير الرزق. طيب، ربنا أعطاك ما يشغلك، فهل ستتوقف عن التدبير؟ هل القلب سيظل سليما بعد تحصيل الرزق وأثناء تحصيل الرزق؟ فالشيخ هنا بيقول إيه: وسخر لي أمر هذا الرزق، يعني بحيث يأتي سهلا، وعصمني من الحرص والتعب في طلبه. يبقى عندنا الآن شيئين: الحرص، وهذا مرض من أمراض القلوب تحدثنا عنه قبل ذلك، والتعب في طلبه، بحيث يعطيك الله عز وجل ما كتب لك مع الراحة، مع راحة القلب وراحة البدن. قال: ومن شغل القلب وتعلق الهم به. يبقى أنت مشغول بالرزق، هذا من العوارض.
مع تعلق القلب بالرزق. قال: ومن الذل للخلق بسببه، حتى تحصل هذا الرزق سربما تذل نفسك للخلق، هذا أيضا من العوارض. ومن التفكر والتدبير في تحصيله، الحيل التي ستسلكها في تحصيله. ثم بعد تحصيله: ومن الشح والبخل بعد حصوله. إذن كل هذه عوارض تعرض للرزق، الحرص والتعب في طلبه 2، ومن شغل القلب وتعلق الهم به 3، الذل للخلق بسببه 4، التفكر والتدبير في تحصيله 5، الشح والبخل بعد حصوله 6. 6 عوارض بتعرض لمسألة الرزق. إذا علمتم هذه العوارض 6 وخطورتها على القلب، علمتم لماذا سعى الصالحون في التخلص من المال، ولماذا سعى الصالحون للزهد في الدنيا، ولماذا سعى الصالحون في التقلل من مظاهر الدنيا. لأنه الإنسان، يعني المسألة مش إنك فقط تصل لمرادك، المسألة إنك كيف تحافظ على قلبك بعد الوصول لمرادك، يعني هذا مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى إن الإنسان يكون يقف. فكل هذه العوارض تعطل القلب وتعطل الإنسان وتشغل القلب، ثم لا يجد للعبادة لذة، ولا يجد في قلبه إقبالا على الله. فالمسألة مش مسألة فقط إن الواحد يحصل رزقه ويعطيه الله الرزق، في حاجات حوالين المسألة ينبغي الالتفات إليها. قال: وليس العوارض الواردة في شأن الرزق منحصرة حتى تستوفى. يعني 6 اللي ذكرهم الشيخ دول نماذج فقط للعوارض التي قد تعرض للرزق، معنى ذلك إن العوارض أكثر من هذا. قال: فلنتكلم على ما قال الشيخ رضي الله عنه. يبقى هو هنا هيعمل ايه؟ سيشرح هذه العوارض 6 التي تعرض لمسألة الرزق، علشان تعرفوا حضراتكم ان التخفف من الدنيا امر مطلوب لصحة القلب ولصحة الإيمان، وعدم الانشغال بالدنيا هو مفتاح العلاقة السليمة مع الله سبحانه وتعالى، والزهد في الدنيا هو مفتاح لكل الخيرات. يقول: فاعلم أن للعبد بالنسبة إلى الرزق 3 أحوال: حال قبل أن يرزقه وهي حال السعي، وحال بعد ذلك وهي حالة الحصول، وحال بعد انقضائه وهي الحالة الثالثة. يعني القسمة عقلية: قبل، أثناء، وبعد. فأما ما يعرض قبل حصوله فالحرص والتعب في طلبه وشغل القلب وتعلق الهم به والذل للخلق بسببه والتفكر والتدبير في تحصيله، فكل هذا يعرض قبل حصول الرزق. الحرص والتعب في طلبه 2، شغل القلب وتعلق الهم به 3، الذل للخلق بسببه 4، التفكر والتدبير في تحصيله 5 أمور تعرض للقلب قبل حصول الرزق. قال: فأما الحرص فهو الرغبة القائمة في النفس في التحصيل له والانكباب على ذلك، وهو ينشأ عن فقدان الثقة وضعف اليقين. يبقى الواحد كده إيه؟ ملهوف
على الحاجة. الحرص ببساطة معناها إنك تبقى إيه، ملهوف. لا، المسلم ما بيبقاش ملهوف على حاجة، مش معناها إنك تبقى متبلد الإحساس، لكن معناها إنك تبقى مطمئن القلب، لأنك عارف إنه ما كتب لك سوف يأتيك، وإنه الحاجة دي لو من نصيبك هتجيلك لحد عندك، فأنت ملهاش لازمة تقعد تفرك، لازم تهدى. يبقى الحرص قال هو الرغبة القائمة في النفس في التحصيل له والانكباب على ذلك. الانكباب اللي هو الايه، اللهفة، اللهفة انه لازم الموضوع ده يبقى معايا، لازم احصل المال ده، لازم اشتري الحاجة دي قبل ما تخلص، لازم بسرعة قبل الحاجة ما تغلى اعمل كذا، لازم اشتغل كذا قبل كذا. فيبقى الواحد كده ايه، حاسس انه مستعجل دايما، حاسس دايما انه في وراه حاجه بتكربجه. لا، ما تعملش كده. فاما الحرص فهو الرغبه القائمه في النفس في التحصيل له والانكباب على ذلك، وهو ينشا عن فقدان الثقه وضعف اليقين. يعني انت حضرتك عايز مش عارف تشتري حاجه قبل ما تخلص، فانت كانه ثقتك في الله قلت، إنه الحاجة دي لو من نصيبك احتمال حد ياخدها. لا، هي أنت لو ثقتك في الله قائمة إن الحاجة دي حتى لو خلصت لو ليك فيها نصيب هتجيلك لحد عندك. المال لو خلص لو نصيب ليك فيه نصيب هيجيلك لحد عندك. الشغلانة دي لو بتاعتك هتجيلك لحد عندك. السفرية لو بتاعتك هتجيلك لحد عندك. الأكل لا، ده لو ليك فيه نصيب هيجي لك لحد عندك، وهكذا. يبقى إيه، يتولد عن فقدان الثقة وضعف اليقين، يعني في الله عز وجل. يبقى الحرص، الانكباب، اللهفة على الحاجة، من أين تتولد؟ من فقدان الثقة وضعف اليقين في الله. طيب المؤمن لأنه واثق في الله موقن بربه لا يتلهف، عارف أنه لو بتاعته هتجيله لحد عنده. وده في كل حاجة في الحياة بالمناسبة، مش في الفلوس بس، ليس في المال فقط، أي حاجة لو ليك فيها نصيب وربنا كاتبها لك هيجيبها لك لحد عنده. فأنت اطلب الرزق، لذلك ورد في بعض الحديث اطلب الرزق بعزة الأنفس، اطلب كل ما في الدنيا بعزة الأنفس. أي حاجة هتطلبها من أي حد سواء كان مال أو غير مال اطلبه بعزة الأنفس. ليه؟ لو ليك نصيب هيجي لك، فملهاش لازمة اللهفة والحرص الزائد. اللهفة والحرص الزائد لن تغير ما قدر الله تعالى. مش عايز حضراتكم تفهموا انه عدم اللهفة وعدم الحرص الزائد يعني التقصير في الأخذ بالأسباب. لا، لا نقصر في الأخذ بالأسباب، لكن القلب يكون مطمئن مع أخذه بالأسباب. قال وهما ناشئان عن فقدان النور. يبقى إذن الحرص من أين يتولد في القلب الذي هو الانكباب واللهفة على الشيء؟ يتولد من فقدان الثقة وضعف اليقين. بيجي منين فقدان الثقة وضعف اليقين؟ يأتي من فقدان النور. ما هو احنا قلنا فقدان الثقة وضعف اليقين في الله. طب لو انت شايف، لو انت عايش في أوضة ظلمة وشايف نور هتروح ناحية النور. طب ما فيش نور في الحجرة الضلمة اللي انت عايش فيها، ايه اللي هيحصل؟ هتتخبط، تمشي شوية يمين وشوية شمال. فالحل ايه؟ انك تبحث عن ما ينير قلبك، فإذا وجدت في قلبك النور، إذا أنار القلب يعني بالله عز وجل، الله هو النور،
الله نور السماوات والأرض. فإذا استنار القلب بالله سبحانه وتعالى مباشرة حصل فيه اليقين، وثق في ربه سبحانه وتعالى، وقل حرصه، معادلة، هي معادلة رياضية، معادلة رياضية. يبقى إحنا المفروض عملنا يبقى إيه بقى؟ على إيجاد النور في القلب. إذا حضرتك أوجدت النور في قلبك هذا، سيتولد منه كل خير لقلبك. دي الوصفة السحرية لصلاح القلب. كيف يكون في قلبي نور؟ كيف أجعل قلبي نورا؟ وإذا ده حصل مش هيبقى الأثر بس على مسألة الرزق وفقدان الثقة وضعف اليقين، مش هيبقى الأثر في هذا فقط، لا، هيبقى في حياة كتير خالص في الحياة إذا كان القلب فيه النور الإلهي، نور البصيرة، ما تبقاش أعمى. كم من مبصر وهو أعمى في الحقيقة، يتخبط في الظلمات. قال: وهو ينشأ عن فقدان الثقة وضعف اليقين، وهما ناشئان عن فقدان النور. وفقدان النور ناشئ عن وجود الحجبة. ليه في نور؟ في حجاب، في ستارة، في حائط، في حاجز بيني وبين النور. يبقى إذن لما نقول فقدان النور مش معناها أن النور مفقود، لا، النور محجوب، يعني النور موجود أبدا. النور الإلهي، الهداية الإلهية، الجمال الإلهي موجود. المشكلة فين؟ إحنا مش شايفينه، مش واصلين له. وفقدان النور ناشئ عن وجود الحجبة، يعني الحجاب الذي بين القلب وبين النور الإلهي. إذ لو كان القلب بأنوار المشاهدة معمورا وبمنن الله مغمورا لم تطرقه طوارق الحرص. القلب لما بيمتلئ بالنور لا يكون حريصا إلا على استمرار النور، لا يكون حريصا إلا على الحضور مع الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت لغيره. إذ لو كان القلب بأنوار المشاهدة، المشاهدة مشاهدة ماذا؟ مشاهدة منة الله عز وجل، مشاهدة أنوار الله سبحانه وتعالى، مشاهدة ما لا عين رأت. إذ لو كان القلب بأنوار المشاهدة معمورا وبمنن الله مغمورا لم تطرقه طوارق الحرص. يعني ما يجيش جنبه موضوع الحرص ده أبدا، لأنه سيرى أن الدنيا كلها على بعضها لا تساوي شيء، فلا يحرص منها على شيء. فيعرف أن النعيم الحقيقي ليس في تحصيل الدنيا، بل في الصلة بالله سبحانه وتعالى. فرزق إيه اللي هيحرص عليه، ولا دنيا إيه اللي هيحرص عليها، ولا بيت إيه اللي عايز يبنيه، ولا سيارة إيه اللي عايز يشتريها، ولا مش عارف فلوس إيه اللي عايز يحوشها، ولا كل ده كلام لا قيمة له، إنه قلبه مملوء بما هو أعظم. إذ لو كان القلب بأنوار المشاهدة معمورا وبمنن الله مغمورا لم تطرقه طوارق الحرص. ولو انبثق نور اليقين على القلب لكشف له عن ساق القسمة فلم يمكنه الحرص. وعلم العبد أن له عند الله قسمة لا بد أن يوصلها إليه. فإذا لو كان القلب منير وانبسط هذا القلب بنور الله عز وجل
ورأى وحصل فيه اليقين، لرأى أن ما قدر له سيأتيه، إن ما قسم الله له سيأتيه، خلاص هو عنده هذا اليقين، إذا استنار القلب حصل فيه هذا اليقين. وأما التعب في طلبه، دي الحاجة التانية، خد بالك معايا، هنتكلم عن عوارض، عوارض ماذا؟ عوارض الرزق التي تعرض قبله. يبقى ادي الحرص اتكلمنا عليه وقلنا من اين يتولد، اذا هيتكلم عن ماذا؟ عن التعب. قال واما التعب في طلبه فاما ان يكون تعب الظواهر ويكون الاستعاذه منه، لانه اذا استولى على الطالب للرزق التعب في الظاهر شغله ذلك عن القيام بالاوامر. والرزق مع الراحة فيه إعانة على التفرغ إلى طاعة الله والقيام بخدمته. إذن التعب في طلبه هذا التعب في طلب الرزق يتأتى من ماذا؟ يتأتى من إتعاب البدن في تحصيله، يتأتى من إتعاب البدن في تحصيله وتكليف البدن ما لا يطيق. طب هل ده ممكن يحصل؟ نعم ممكن يحصل. هل بعض الأعمال تحتاج إلى ذلك؟ نعم بعض الأعمال تحتاج إلى ذلك. فكيف السبيل؟ أن نستعيذ بالله تعالى أن يجعل رزقنا فيما يتعب أبداننا، ثم إذا جعل الله رزقنا فيما يتعب أبداننا استعنا بالله تعالى حتى يقوينا. قال والرزق مع الراحة فيه إعانة على التفرغ إلى طاعة الله، يعني لما حضرتك ترجع من شغلك وانت جسمك مرتاح هتصلي صلاتك وانت مرتاح، ممكن تقعد تحضر درس، ممكن تصلي ركعتين، هتتوضى وتصلي ركعتين قبل ما تنام وهكذا. لكن هترجع ميت من شغلك، يدوب إذا صليت الفرائض بكتر خيرك. وإن كان التعب هو تعب القلوب إلى الظواهر فهو أولى بأن يستعاذ منه. إذن الطريق إن إحنا نطلب من الله عز وجل ألا يجعل رزقنا فيما يتعب أبداننا ولا قلوبنا. ممكن الواحد يبقى رزقه في حاجات تتعب القلب، يعني رزقه في مكان فيه مثلا فواحش ومنكرات أو بتعدي عليه حاجات كذا، أو يجعل ربنا رزقه في مكان في ناس لا بد أن يعاملهم وهم ناس يعني لا يعينون على الطاعة، فترجع حضرتك من شغلك وانت متغير، قلبك متغير، لأن معاملة أهل الظلمة تظلم القلب ومعاملة أهل النور تنير القلب. إذا كانت معاملة أنت عمال تعامل أهل الظلمة فالقلب هيتأثر لا شك، القلب يتأثر لا شك. علشان كده كان أسيادنا المشايخ، كان أسيادنا المشايخ يقولوا إيه بقى علشان حضرتك تغسل قلبك؟ كان يقولوا إنه لازم المسلم يعمل موازنة، يعني عدد الساعات اللي بقضيها في شغلي أحاول أن أقضي مثلها في المسجد. طبعا ده دلوقتي صعب، مين هيقعد في الجامعة 8-9 ساعات خاصة في الزمن اللي احنا فيه ده، وخاصة كمان بالنسبة للنساء. لكن احنا ممكن نعوض ده،
بالنسبة للرجال ممكن يبقى في كل يوم ساعة في المسجد على الأقل، أصلي المغرب وأجلس في المسجد لحد العشاء مثلا، ولو مرة في الأسبوع أعمل كده، ولو مرة في الأسبوع هتحس فعلا براحة. الجلوس في المساجد من نعيم الدنيا يا أخوانا، والذي حرمنا منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. طيب أنا الآن لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، أو أنا امرأة أقيم في بيتي لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، وهذا الأمر تطبيقه صعب، ماذا أفعل؟ يبقى مسجد البيت، أنا عندي ركن في البيت بصلي فيه، أنا كوحدة أو كرجل لازم بيتي يبقى فيه ركن للصلاة، الركن ده باستمرار نظيف، ريحته حلوة، المصلية مفروشة فيه باستمرار، مهيأ للصلاة في أي وقت، يبقى ده مسجد البيت، وأولادي يعرفوا كده، ده مسجد البيت، مكان فيه نكون نظيف، ركن كده، مش لازم أوضة كاملة، لو ربنا موسع عليا يبقى جميل، يبقى جميل جدا. أنا شفت ناس عايشين في أماكن واسعة وعامل الدور الأول مسجد ليه ولأولاده بس، مسجد بمعنى الكلمة، يعني نقول مثلا 3 متر في 7 متر مثلا، يعني حجرة كبيرة وعامل قبلة وعامل مش عارف فيها مكتبة، كأنه مسجد بالضبط، مسجد بالضبط في الدور اللي هو الأرضي اللي بيته، هو تحت الأرض. فإذا كان ربنا موسع ماشي، ربنا مش موسع يبقى ركن في البيت. الركن ده أنا كربة البيت أو أنا كرجل البيت، ده خلاص بقعد فيه، أخلص أورادي، أخلص أذكاري، أخلو بربي في هذا المكان في هذا الوقت، أقفل وسائل التواصل نهائيا، وفي العموم التقليل من وسائل التواصل حاجة مفيدة، فأفعل هذا. وحتى أغسل قلبي من الظلمة التي حصلت فيه بمخالطة أهل الظلمة، بمخالطة الغافلين، الإنسان يكون غافلا إذا خالط أهل الغفلة، ويكون شهوانيا إذا خالط أهل الشهوة، ويكون يعني مغتابا إذا خالط أهل الاغتياب، ويكون بعيدا عن الله إذا خالط أهل البعد عن الله، والعكس بالعكس. يبقى إذن قال والتفرغ، نعم، وإن كان التعب هو تعب القلوب إلى الظواهر فهو أولى بأن يستعاذ منه. إذن مسألة التعب في طلب الرزق، يبقى العلاج لهذه الحالة هو ماذا؟ هو أن نستعيذ بالله تعالى أن يجعل أرزاقنا فيما يتعب أبداننا أو قلوبنا. الحرص كيف نعالجه؟ بأن نزرع النور في قلوبنا، إذا زرع النور في قلوبنا حصل اليقين، إذا حصل اليقين علمت أن ما كتبه الله عز وجل سيأتيني فيستريح القلب. قال وذلك لأن القلوب يتعبها تكلفها في طلب الرزق والفكرة فيه. طبعا لا شك هي الناس بيجيلها أصلا أمراض في عصرنا إلا بسبب المسألة دي، الضغط والسكر بل السرطانات والعياذ بالله، كل هذه الأمور يا أخوانا الكثير منها يتولد من أفكار وهموم ومشاكل وظن إن الدنيا أغلقت في وجهي، وإنه مفيش أمل، وإنه والله خلاص أنا ضعت والدنيا ضاقت وهعمل إيه وأولادي وشيل هم كل حاجة، كل هذا يجعل الإنسان يتعب. وذلك لأن القلوب يتعبها تكلفها في طلب الرزق والفكرة فيه ويثقلها ما حملت من ذلك. يثقل القلب هذه الأمور.
طيب إذا كان هذا يثقل القلب، فهل القلب هيكون في مكان بعد ذلك لذكر الله؟ هيكون في مكان بعد ذلك لتلقي أنوار الله؟ لا، خلاص، هو المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فإذا كان القلب مشغول بالرزق والفكرة فيه، فخلاص القلب امتلأ، خلاص فيه اللي مكفيه. قال: ولا راحة لها إلا بالتوكل على الله، لأن المتوكل على الله وضع أثقاله. وضع أثقاله زي واحد شايل شنطة حطها وحد يشيلها عنه. فأنت عندك ثقل على قلبك، ماذا أفعل؟ الرزق، ماذا أفعل؟ المستقبل، ماذا أفعل؟ أول الشهر، ماذا أفعل؟ دخول المدارس، ماذا أفعل؟ عايز أتجوز، ماذا أفعل؟ أنا لسه ما اتجوزتش، ماذا أفعل؟ عايز أخلف، ماذا أفعل؟ لسه ما خلفتش، وإمتى هخلف؟ ما كل دي إيه أشغال. فالشيخ يقول لك إيه؟ ضع أثقالك على الله عز وجل، والله يحملها عنك، والله يحملها عنه، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، فهو وكيله، فهو كفيله. ثم قال الشيخ رضي الله عنه: ومن شغل القلب وتعلق الهم به. يبقى هذا هو الأمر الثالث، هذا هو العارض الثالث من عوارض ماذا؟ من عوارض الرزق التي تكون قبله. قال: فشغل القلب بأمر الرزق قاطع عظيم، قاطع عظيم، لأنه المشغول لا يشغل زي ما قلنا، المشغول لا يشغل. فأنت الآن إذا كنت تريد الانشغال بالله، هذا لا يكون طول من حضرتك شايل في قلبك هموم الدنيا كلها. فشغل القلب بأمر الرزق قاطع عظيم، حتى قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أكثر ما حجب الخلق عن الله شيئان هم الرزق وخوف الخلق. هم الرزق وخوف الخلق، ده أكثر حاجة بتحجب الناس عن الله سبحانه وتعالى. وهما أشد الحجابين، وذلك أن أكثر الناس قد يخلو من هم خوف الخلق. واحد مش خايف من حد، الحمد لله ربنا كفيه، أو قلبه فيه شجاعة، أو يعني بطريقة أو بأخرى لا يخاف من الناس. قد يخلو الإنسان من خوف الخلق ولا يخلو من هم الرزق إلا قليل، لا سيما وشاهد الفاقة قائم بوجودك وأنت مفتقر إلى ما يقيم بنيتك ويشد قوتك. يبقى إيه اللي بيخلي الناس مشغولة بأمر الرزق؟ قال لك: شاهد الفاقة القائم بوجودك، يعني حضرتك عندك علم ضروري بأنك محتاج. وأنا قلت لحضراتكم قبل ذلك أبرز الصفات الفارقة بين الخالق والمخلوق الغنى والاحتياج. الله غني ونحن فقراء، والفقر هنا معناه الاحتياج. باحتياج لإيه؟ لكل حاجة. أنت دايما بتجوع، كل شوية بتجوع، فعايز تاكل، ده مطلب. فقر افتقار إلى الطعام، حاجة إلى الطعام. بتتعب، فعندك افتقار إلى الراحة. عايز تدخل الحمام، افتقار إلى التفريغ.
تعبت، افتقار إلى العلاج. فأنت كل حاجة في حياتك افتقار افتقار افتقار، حتى ما نظنها للذات، حتى ما نظنها للذات. اتجوزت، افتقار إلى قضاء الشهوة. لذلك كان من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد، لا صاحبة له ولا ولد، لأن الصاحبة معناها الاحتياج، التكمل بالغير. الأولاد معناها احتياج، تكمل بالغير. فأعظم صفات الله عز وجل، أو من أعظم صفات الله تعالى الدالة عليه، الغنى. وأهم صفات الإنسان الدالة على حقيقة الإنسان الفقر والاحتياج. والفقر في كل حاجة في حياتك، لو أنت كده ربنا رزقك البصيرة ترى الفقر احتياج في كل حاجة في حياتك. يعني لو أنت عايز تشرب كوباية مية أنت فقير إلى أنك تروح تقوم تفتح الباب وتشغل الحنفية وتجيب كوباية مية وتغسلها وتحط المية، افتقار. افتقار في كل شيء، أنت مفتقر إلى شيء آخر. فاللي بيخلي الإنسان يحمل هم الرزق علمه بافتقاره، إنه يعيني يعيني، لا سيما وشاهد الفاقة قائم بوجودك وأنت مفتقر إلى ما يقيم بنيتك ويشد قوتك. وقوله وتعلق الهم به، أي تعلق الهمة بأمر الرزق توجها واستغراقا حتى لا يبقى فيه متسع لغيره. وهذه حالة توجب القطعة وتكشف أنوار الوصلة وتكسف. المفروض بقى المفروض وتكسف، يعني تمحو زي الكسوف كده، كسوف الشمس. وتكشف أنوار الوصلة، يعني إذا كان في حبة نور يتقطعوا، إذا كان في حبة نور تقطعوا بهذا الأمر. يبقى إذا تعلق الهم بأمر الرزق إن القلب يستغرق في هذا الأمر، فإذا كان فيه نور ينقطع. وينادي على صاحبه بخراب قلبه من نور اليقين وفلسه من القوة والتمكين، ومن الذل للخلق بسببه. فاعلم أن من ضعف يقينه وقل من قسمة العقل نصيبه فالذل لازمة له لطمعه في الخلق ولعدم ثقته بالملك الحق. إذن شيخنا بيقول، بنتكلم احنا عن شغل القلب وتعلق الهم بالرزق، يقول لك انه هذا انما ياتي من ماذا؟ ياتي من ماذا؟ من ضعف الثقه واليقين بالله ايضا. وان هذه الحاله توجب كسوف انوار القلب، واذا كسفت انوار القلب وضعف يقين الانسان بالرب سبحانه وتعالى تولد عن ذلك بالضرورة الذلة إلى الخلق. الشيخ هنا في بداية الدعاء لما يقول وسهل لي أمر الرزق، أمر هذا الرزق، وعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل القلب وتعلق الهم به، ومن الذل للخلق بسببه. واضح الآن إن الذل للخلق بسببه نتيجة طبيعية لشغل القلب وتعلق الهم بالرزق. طيب لو القلب غير متعلق بمسألة الرزق ويعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لن يذل نفسه للخلق. يقول فاعلم أن من ضعف يقينه وقل من قسمة العقل نصيبه فالذلة لازمة له لطمعه في الخلق ولعدم ثقته بالملك الحق. وذلك لأنه لم يشهد
سابق قسمة الله ولم يظفر بصدق وعده. يعني كأنه لما بيسمع القرآن بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، كأنه يعني الكلام مش متأكد منه أوي. يعني الوعد الإلهي ده يعني هو متشكك فيه، يعني كأنه يعني عنده خلل في التصديق بهذا. فإذا حصل هذا الخلل اللي يحصل بعد ذلك يذل للخلق فيتملق وينافق ويبيع دينه، يتنازل عن مبادئه، يرتشي، لا يبالي أكل المال من الحلال أو من الحرام، يضيع فرائض الله عز وجل، كذا 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 كذا، يغدر أساؤه في سبيل مع إغضاب الله عز وجل في سبيل تحصيل الرزق، لأنه صار يقينه الذي ينبغي أن يتوجه إلى الله عز وجل أو في وعد الله عز وجل يقينه أن توجه إلى الخلق. يعني هو ما الذي يجعل العبد يطيع رؤساؤه في العمل مثلا إذا كان ما يأمرون به يغضب الله تعالى؟ لأنه صار يقينه الذي ينبغي أن يتوجه إلى الله توجه هذا اليقين إلى العباد، فظن أن العباد هم الرازق النافع الضار، هم الذين يستطيعون إحياءه وإماتته، هم الذين يستطيعون إعطاءه ومنعه، فصار عنده هذا اليقين، فلذلك يعمل أي شيء لرؤسائه حتى يرضون عنه. المفترض هذه الطاقة تتوجه في مسارها الصحيح فيعمل أي شيء لإرضاء الله لا لإرضاء الخلق، لأنه لم يشهد سابق قسمة الله ولم يظهر بصدق وعده، فذل للخلق متملقا ولجأ إليهم متعلقا، متعلق بهم، هم اللي هيرفعوني وهم اللي هيرقوني وهم اللي هيدوني وهم اللي هيدوني مرتبي وهم اللي ده ممكن بكلمة منهم يضيعوني و و و و. لذلك لما حضرتك تقرأ في القرآن عن فرعون وجنوده، لما تقرأ في القرآن عن تعذيب التابع والمتبوع، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن هذه الحالة العجيبة من تبرؤ التابع والمتبوع يوم القيامة، لما تقرأ هذا كله اعرف إنه هؤلاء الناس تعلقت قلوبهم برؤسائهم وكبرائهم للدرجة التي جعلتهم يؤلهونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن تحت عنوان التأليه، لأنه أعطى لرؤسائه وكبرائه صفات الله عز وجل وإن لم يشعر، فظن أن هذا الرجل الذي أعمل عنده أو هذا الرئيس الذي أعمل عنده، رئيس الشركة أو المصنع أو الوزير أو أي شيء، هذا هو النافع الضار، هذا هو المحيي المميت، هذا هو الذي يرزق ولا يرزق، هذا بكلمة منه يضيعني، فلازم أرضيه بكل ما أملك، ويتصل بي في أي وقت أرد عليه، وترعش لو زعق فيا وحس المستقبل ضاع. بالله عليكم، مش كل دي الصفات التي ينبغي أن تكون مع الله عز وجل؟ بالله عليكم، أنتم مش شفتم هذه النماذج في حياتنا؟ ناس بتعامل الخلق كما ينبغي أن يعامل الحق سبحانه وتعالى. والله لو عملوا الله عز وجل هذه المعاملة لأعزهم الله ولا وصل إليهم رزقهم مع عزة نفس، لكن نقول إيه؟ قلة التوفيق، طردهم الله عز وجل من وصلته، فذل للخلق متملقا ولجأ إليهم متعلقا. هذا التملق ينبغي أن يكون لله، هذا التعلق ينبغي أن يكون بالله مش للخلق ولا أي حد من الخلق، وذلك عقوبة الغفلة عن الله ولعذاب الآخرة أشد.
ولو صح إيمانه ويقينه بالله لكان بذلك عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزة المؤمن بربه لا يعتز بغيره لعلمه أن العزة لله جميعا. يبقى أنت إذا كانت العزة لله جميعا فأنت عزيز بالله، يبقى أنت عزتك مش من نفسك، وإلا تنقلب إلى كبر وعجب فتكون مرتكبا للكبائر. عشان كده احنا دايما بنقول الفضيلة وسط دائما بين طرفين، الفضيلة وسط بين طرفين، عندي طرفين مذمومين، الكبر والعجب طرف، والذلة والمهانة طرف. أنا لا مطلوب مني أكون متكبر ولا مطلوب مني أكون ذليل، مطلوب مني أكون عزيز. والناس اللي عقولها على قدها ما يتفرقش. تظن الكبر هو العزة؟ لا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله. فإذا المؤمن عزيز لماذا؟ بربه، ولا ينسب الفضل لنفسه بل لله تعالى. لكن المتكبر شايف نفسه عن الناس، يعني هو في ذهنه الناس بطر الحق وغمط الناس، فهو عايز يدوس على الخلق، ده المتكبر. العزيز هو الناس مش في دماغه أصلا، هو يعامل الله ومع الناس متواضع، يتكلم وإذا نصح ينتصح و لكن في أوقات معينة لا يقبل الضيم، يقبل المذلة، يتعاون مع الناس، يتحدث مع الناس، يجلس مع الناس، كذا كذا، لكن في الوقت نفسه لا يذل نفسه لأحد، لأنه يعلم أنه هو وما يملك والناس وما يملكون بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بيعامل الناس بما يرضي الله تعالى دون أن يذل نفسه لأحد، أو دون أن يعتقد أن في أحد من الخلق يمكن أن ينفعه أو يضره. قال ولا يعتز بغيره لعلمه أن العزة لله جميعا. إيه بيعتز بغيره بقى؟ يعني إيه بيعتز بغيره؟ يعني يقول لك والله ده أنا ابن الوزير الفلاني، ده أنا ابن فلان الفلاني، أنا والله شغلانتي كذا، فبيعتز بشغلانته، يعتز بعيلته، يعتز بمنصبه، يعتز بقرايبه، بعشيرته، بأهله، ببلده، بجماله، بماله، بطوله، بصحته، بأي حاجة. هو الناس بتعتز بهذا، في ناس بتعتز بذكائها، يعني فهلوي كده ما شاء الله عليه، وبيفهم ويعرف يأكل الناس بالكلام. طيب عزة المؤمن تكون بالله سبحانه وتعالى، لا تعتمد على غير الله، وكل هذا غير زي ما قلنا في البداية. فعزة المؤمن بربه لا يعتز بغيره لعلمه أن العزة لله جميعا، وأنه العزيز فلا عزيز معه، والمعز فلا معز معه. يبقى حضرتك ممكن الخلق يعزه، لكن الله عز وجل يكتب عليك المذلة، فأنت حضرتك اسمك فلان الفلاني اللي الناس كلها عارفاه، لكن كل الناس في قلوبها وضع الله لك في قلوب العباد مهانة واحتقار، وفي ناس تانيين يضع الله لهم في قلوب الخلق مهابة ومحبة. الرافع أو المرتفع من رفعه الله تعالى. إياك تظن أن الخلق يرفعوك أو يضعوك، الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يرفعك هو الله سبحانه وتعالى مش حد تاني. وأنه العزيز فلا عزيز معه، والمعز فلا معز معه. فأعزته الثقة ونصره التوكل. الثقة في الله أعزته،
جعلته عزيزا بين الخلق وعند الله، ونصره التوكل، فلم يهن لصدق ثقته بربه في قسمته. إنك عارف وواثق في مصدق في وعد الله، إنه ما قدر سيكون، ما قسم لك سيأتيك. خلاص ملوش لازم الهادي الكتير والهبد الكتير وإتعاب البدن الكتير والحرص الكتير. ولم يحزن لاعتماده عليه في وجود منته، سامعا قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعزة المؤمن بترك الطمع في الخلق وجود الثقة بالملك الحق. يبقى كيف تتحقق العزة؟ عشان تقول يا شيخ أنا أريد أن أكون مؤمنا عزيزا كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أقول لك ما يقوله الشيخ هنا: ترك الطمع في الخلق، ما تبقاش عايز من حد حاجة، ووجود الثقة بالملك الحق، يعني قلبك لا يتعلق بشيء. طب الناس من نفسهم خدموك، الناس من نفسهم كذا، من حسن الخلق إنك تدع الناس يخدمونك، هذا من حسن الخلق. لكن إنك تبقى إنسان براوي كده وتيجي الناس تخدمك تقول لا مش عايز وشكرا وكده، الناس يظنوا إنك متكبر، أو الناس يظنوا إنك معرض عنهم. من حسن الخلق إنك تدع الناس يكرمونك، هذا من جميل الأخلاق. إن لو حد عايز يعزمك اتعزم، لو حد عايز يخدمك خليه يخدمك، حتى لو أنت مش محتاج الخدمة دي، حتى لو أنت مش محتاج لا الخدمة ولا العزومة ولا حاجة، خلي الناس إذا كانوا بيحبوك خليهم يكرموك، هذا من حسن الخلق. الإنسان لما بيكرم حد بيحبه بيحس إن هو قريب إلى قلبه. إذا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدع الناس يكرمه، كان يدع الناس يكرمونه صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس في حاجة إلى أحد، لكن هذا من حسن أخلاقه. فالمسلم مش براوي يا جماعة، مش عايش لوحدك، أنت عايش مع الناس. فعزة المؤمن بترك الطمع في الخلق، يبقى أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نطلب ولا نرد، لا نطلب ولا نرد، يعني أنا لا أطلب شيئا من أحد، لكن إن جاءني أحد بشيء أقول له جزاك الله خيرا كده. يبقى ده شعارنا. طبعا ده ملوش علاقة بالحقوق والواجبات، يعني حضرتك مثلا عايش مع والدك في البيت، والدك اللي بيصرف عليك ومحتاج مصاريف، ما ينفعش تقول والله أنا لا أطلب شيئا من أحد، ما أنت هتضيع يا حبيبي، أنت ده واجب إنك تطلب من والدك الفلوس علشان مصاريفك. أنت زوجة في البيت ومحتاجة مصاريف للبيت، لازم تعرفي زوجك إنه يدفع المصاريف. أنت رجل في البيت ومحتاج زوجتك تعمل لك طعام، فلازم تقول لها هتعمل لنا أكل النهاردة. فدي ما دي في غير مسائل الحقوق والواجبات يا جماعة. في الحقوق لا، الحقوق تطلق، الواجبات تؤدى، في غير ذلك لا تطمع في الخلق. فعزة المؤمن بترك الطمع في الخلق وجود الثقة بالملك الحق. أبى له إيمانه أن يرفع حاجته لغير ربه، يبقى رفع الحاجة لغير الله قدح في الإيمان، هذا هو المفهوم من عبارة الشيخ: رفع الحاجة لغير الله قدح في الإيمان. فالإيمان يأبى أن يرفع الإنسان حاجته لغير الله تعالى. طيب لما حضرتك هترفع حاجتك إلى الله، هتبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك الخلق ويأتيك ما تريد مع عزة نفس، أو أن يصرف لما سواه توجه قلبه.
يبقى توجه القلب ده لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، يأبى الإيمان أن يتوجه القلب لغير الله تعالى. ولذلك قال بعضهم حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يحتذي أحدا فردا، وأفرده أن يحتذي أحدا فردا، ويا صاحبي قف لي مع الحق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا، وقل لملوك الأرض تجهد جهدها فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى. الشيخ هنا بيقول إنه حرام على من وحد الله عز وجل واعتقد أنه الإله الأحد المتصرف في الكون وحده أن يترك هذا الأحد الفرد. فإذن ومن أحس بذلك وجد في قلبه إيمانا، ويا صاحبي قف لي مع الحق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا. هذا الشعور أنك مع الله عز وجل بحيث لا تطلب غير الله تعالى، احيا بهذا ومت على هذا، وقل لملوك الأرض تجهد جهدها تفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء لتحصيل الملك، لتحصيل المتاع، لتحصيل الوجد، لتحصيل الأنس، فلن تجد من الأنس ما وجدته حين اعتمدت على ربي سبحانه وتعالى، فذاك الملك ملك لا يباع ولا يهدى. يبقى الملك الحقيقي يا جماعة والرئيس الحقيقي الخليفة الحقيقي، قول بقى اللي انت عايزه، هو الذي يستغني عن الناس. من حرره الله من رق الطمع وأعزه بوجود الورع فقد أجزل عليه مننة وكمل عليه نعمته. يبقى تمام النعمة في إيه؟ مش إن حضرتك تبقى عندك السيارات والأراضي والفلل والعقارات والحاجات دي كلها، لا، تمام النعمة في أن يعزك الله بالورع وأن يحررك من رق الطمع، ما تبقاش طمعان، تبقى إنسان قنوع متورع عن أخذ ما ليس لك. إذا القناعة دخلت القلب يا أخوانا، إيه اللي بيحصل؟ الإنسان بيبقى مستغني، الإنسان بيبقى مستغني. طب إيه اللي يزيل الإنسان؟ إنه حاسس دايما إنه محتاج حاجة. لذلك تنظر في بعض الناس ما شاء الله عليهم أغنياء جدا وساكنين في أماكن يمكن يعني نص البشرية ما تحلمش تسكن فيها، ومع ذلك ترى في أعينهم الذل سبحان الله. ليه؟ لأنهم دايما حاسين أنهم في حاجة نقصاهم، وطول ما أنت حاسس دايما أن في حاجة نقصاك فأنت ذليل. لذلك أفضل نعمة ربنا يمنها عليك أنك لا تشعر بأن في حاجة نقصاك، بل تشعر بأن أنت عندك أكثر مما يجب أن يكون عندك. إذن من حرره الله من رق الطمع وأعزه بوجود الورع فقد أجزل عليه مننة وكمل عليه نعمته. وإن الله قد كساك أيها المؤمن خلعا عديدة منها خلعة الإيمان والمعرفة والطاعة والسنة، فلا تدنسها بالطمع في المخلوقين وبالاستناد إلى رب العالمين. أنت ربنا سبحانه وتعالى أراد لك أن تكون عزيزا، ولقد كرمنا بني آدم وأكرمك بالقرآن وأكرمك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكرمك بالوقوف بين يديه، فكيف بعد هذا كله حضرتك تبقى خايف من حتة مخلوق زيك لا يملك نفسه نفعا ولا ضرة، ولو درس وجعه ولا طلع له خراج في رجليه ولا حاجة هبص بيصرخ من الألم.
قال الشيخ أبو الحسن سيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. في ناس لا تشعر بمدد الله إلا في أوقات معينة، يعني وقت مثلا ما يقعد يقول الورد، بعد ما بيخلص الورد ربنا سبحانه وتعالى يجري على قلبه بعض المعاني، أو بعد ما يقرأ القرآن، أو لما بعد ما يخلص الصلاة. وفي ناس لا ينقطع عنها المدد طول الوقت، الله عز وجل يجري على قلوبهم المعاني. طيب فإزاي الواحد يصل لهذا؟ سيدي أبو الحسن بيقول: يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. فقلت: يا رسول الله وما ثيابي؟ فقال: علم أن الله كساك حلة الإيمان وحلة المعرفة وحلة التوحيد وحلة المحبة. معنى ذلك هذه ثيابه، يعني طهر الإيمان من الدنس، طهر المعرفة من الدنس، طهر التوحيد من الدنس، طهر المحبة من الدنس. يبقى حضرتك أعطاك الله حلة الإيمان، حلة المعرفة، حلة التوحيد، حلة المحبة، هذه ثيابك التي تلبسها، طهرها من الدنس. يبقى الإيمان يكون كاملا، المعرفة تكون كاملة، التوحيد يكون كاملا، المحبة تكون كاملا. لو أردنا أن نسقط هذا على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، مسألة الرزق، الاعتماد على الخلق، امتلاء القلب بالخلق، ظن أنهم ينفعون ويضرون، قدح في الإيمان والمعرفة والتوحيد والمحبة، إن القلب متعلق بغير الله. قال: ففهمت حينئذ قوله سبحانه: وثيابك فطهر. واعلم رحمك الله، طبعا وثيابك فطهر بهذا التفسير يكون تفسيرا إشاريا، وثيابك فطهر هنا هذا يكون من باب التفسير الإشاري. واعلم رحمك الله أن رفع الهمة لسالك طريق الآخرة عن الخلق وعدم التعرض لهم أزين لهم من الحلى للعروس، أو من الحلي للعروس. يبقى سالك طريق الآخرة إذا رفع نفسه عن الحاجة إلى الخلق ولم يتعرض للناس بطلب شيء، فهو مزين بزينة، هذه الزينة أجمل عليه من زينة العروس المتزينة في ليلة عرسها. قال: وهم أحوج. طبعا الزينة دي زينة معنوية، زينة معنوية. وهم أحوج إليه من الماء لحياة النفوس، ومن خلعت عليه خلعة الملك، يعني من ألبسه الله ثيابا ومن خلعت عليه خلعة الملك فحفظها وصانها فحري أن تدام له وألا تسلب عنه. الملك لبسك حاجة حفظتها يخليها معاك، أمنك أمانة قمت بهذه الأمانة خليها معاك، لم تصنها يسلبها عنك. فأنت ربنا أعطاك الإيمان، أعطاك التوحيد، أعطاك المحبة له سبحانه وتعالى، إذا دنست ذلك يسلب، فحري أن تدام له ولا تسلب عنه. والمدنس لخلع المواهب فحري أن لا تترك له، يعني أنت اديت لواحد حاجة فبوظها لك، مش هتسيرها معاه خلاص، لأنه لا يعرف قيمتها. الله عز وجل أعطاك أعظم ما فيما يمكن أن يعطيه لعبد من عباده،
أعظم ما يعطيه سبحانه وتعالى لخلق من مخلوقاته. ربنا أعطى الإنسان إمكان معرفة الله، الإيمان بالله، فأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وهيأه لمعرفة الله تعالى، ثم الإنسان أعرض عن هذا كله وأراد أن يعيش حياته كالحيوان فتسلب منه هذه النعم. ما تظنش أن النعم اللي أنت فيها هذه دائمة أو مستحقة. قال فلا تدنس أيها الأخ إيمانك بطمعك في المخلوقين. يبقى الإيمان كيف يتدنس بالطمع في المخلوقين؟ بأنك تظن أنهم ينفعون أو يضرون أو يعطون أو يمنعون أو يرزقون. ولا تجعلن اعتمادك إلا على رب العالمين، فإن اعتززت بالله دام عزك بدوام من اعتززت به، يعني عز الله لا ينقطع. طيب حضرتك اعتززت الآن بواحد من المخلوقين، واحد له منصب أو جاه أو مكانة أو كل ده سيزول، كل ده يزول. أما إذا اعتززت بالله فالله باقي لا يزول، وإن اعتززت بغيره فلا بقاء لعزك. عزك مرتبط ببقاء هذا الأمر. المنصب يزول، الإنسان يموت، الغني يفتقر، إذ لا بقاء لمن أنت به معتز. أنسى بعض الفضلاء لنفسه ليكن بربك كل عز، كل عزي، كل عزك تستقر وتثبت. فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يبقى ليكن عزك، ليكن بربك كل عزك تستقر وتثبت، يعني تظل عزيزا ثابتا على العزة. فإن اعتززت بمن يموت من الخلق فإن عزك يموت معهم. ودخل إنسان على بعض العارفين وهو يبكي فقال ما شأنك؟ قال مات أستاذي، مات شيخي يعني. فقال له ذلك العارف ولما جعلت أستاذك من يموت ويقال لك إذا اعتززت بغير الله لفقدته، وإن استندت إلى غيره عدمته. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يعني العارف هنا قال له إيه؟ قال له لماذا جعلت أمرك يتعلق ببقاء أستاذك بحيث إذا مات مت معه؟ وأشار إليه بهذه الآية، وانظر إلى إلهك، يعني كل ما يتعلق به القلب مع الله فهو إله، فهو إله. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، المنصب إلهك، قريب الفلاني اللي في الجيش ولا في الشرطة إلهك، الوزير الفلاني قريبي إلهك، الغني الفلاني إلهك، هذا إلهك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني معتزا به، ترفع نفسك به، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، دليل على أنه سينتهي، سينتهي مهما اعتززت بغير الله سينتهي. إنما إلهكم الحق، الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعني إذا اعتززت فاعتز بربك سبحانه وتعالى ولا تعتز بما يمكن فقده. لذلك العارف هنا يقول لهذا الإنسان إذا اعتززت بغير الله لفقدته. لماذا تعتز بغير الله بحيث يفقد؟ إذا اعتززت فاعتز بمن لا يفقد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ بعد ذلك يوجه نصيحة، يقول وكن أيها العبد إبراهيميا. الكلام اللي هيجي بعد ذلك كلام في غاية الروعة، نبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.
وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لو حد حركم عنده أي سؤال يتفضل. هل يتم تحصيل أنوار اليقين والتعلق بالله بالاجتهاد أم هي محض فضل الله؟ كليهما كليهما، ما إذا تقرب إلي عابدي شبرا تقربت إليه ذراعا. البداية من عندك، ولا يحصل النور في القلب أو ولا يحصل النور في القلب بشيء مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، معنا خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.